السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن الله تعالى أنزل هذا القرآن العظيم لتدبري والعمل به، فقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وعملا بهذه الآية الكريمة لنستمع إلى آيات من كتاب الله تعالى ونتدبر ما فيها. قال تعالى: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا، إلى آخر السورة الكريمة. لما ذكر تعالى في الآيات السابقة حال الأشقياء، ذكر هنا حال السعداء، ليكون المؤمن على بينة من أمره، فيعبد الله جل وعلا على علم وبصيرة، وتكون عبادته بين الخوف والرجاء. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: لا تتم عبادة المؤمن لربه جل وعلا إلا أن يكون بين الخوف والرجاء. قوله تعالى: إن للمتقين مفازا. قال ابن عباس والضحاك: مفازا أي متنزها. وقال مجاهد وقتادة: مفازا أي فازوا فنجوا من النار. والمتقون، إن للمتقين، المتقون هم الذين اتقوا الله جل وعلا بفعل الطاعات واجتناب المعاصي والذنوب. وقد أخبر جل وعلا أن هذا الفوز فوز عظيم. قال تعالى: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. كما أخبر جل وعلا أن هذا الفوز كبير. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. قوله تعالى: حدائق وأعنابا. الحدائق جمع حديقة، وهي البساتين الجامعة للأشجار المتنوعة والكثيرة، وأعنابا جمع عنب. ونص هنا على الأعناب مع أنها داخلة في الحدائق، وذلك لشرفها. قوله تعالى: حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. الكواعب جمع كاعب، وهي المرأة الناهد. قال ابن عباس وغيره: المراد أن ثديهن ليست نازلة إلى أسفل، لأنهن أبكار عرب أتراب. والعروب هي المرأة التي جمعت بين جمال صورتها وحسن تبعلها لزوجها. وأترابا أي في سن واحدة، لا تختلف أخرى عن صاحبتها، كما هو حال نساء أهل الدنيا. كما قال تعالى: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. قوله تعالى: وكأساً دهاقا. الكأس المراد بها هنا الخمر، ودهاقا أي ممتلئة. كما قال سبحانه: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وخمر الآخرة ليست كخمر الدنيا يصيب الإنسان فيها القيء والصداع، بل هي منزهة عن ذلك. قال تعالى: لا يصدعون عنها ولا ينزفون. قوله تعالى: جزاء من ربك عطاء حسابا، أي هذا الذي عملوه في الدنيا جوزوا عليه، الذي فعلوه في الدنيا من الأعمال الحسنة جوزوا عليه في الآخرة بالثواب العظيم. كما قال سبحانه:
ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قوله تعالى عطاء حسابا، حسابا أي كافيا. تقول العرب أعطاني فاحسبني، ومنه قول أحدهم حسبي الله أي أن الله تعالى كافيني. قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، أي هو مالك السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، لا يملكون منه خطابا أي أن يوم القيامة لا يتكلم أحد ابتداء إلا بإذنه سبحانه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، أي في ذلك الموقع لا يتكلم أحد لا الملائكة ولا غيرهم. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. قيل أن الروح هو القرآن، وقيل بنو آدم، وقيل ملك عظيم يقدر بجميع المخلوقات، وقيل الروح هو جبريل عليه السلام، وهذا ما رجحه جمع من المفسرين، كما في قوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فلا يتكلم أحد يومئذ إلا بإذنه سبحانه، وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل وهم يقولون اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم. قوله تعالى ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، أي ذلك اليوم الكائن المتحقق لا شك في ذلك. قال القرطبي فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا أي مرجعا بالعمل الصالح، فكأنه رد العمل الصالح إلى الله. وهذا كما جاء في الحديث أن الخير ينسب إلى الله والشر لا ينسب إلى الله، وإن كان كل منهما قد كتبه الله وقدره، كما جاء في صحيح الإمام مسلم والخير في يديك والشر ليس إليك. قوله تعالى إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، أي أن المؤمن أي أن المرء ينبأ يوم القيامة بأعماله بخيرها وشرها وقديمها وحديثها، وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. قوله تعالى قريبا نص على أنه قريب لأن كل ما هو آت فهو قريب. قال بعض المفسرين إن هذا يشمل عذاب الآخرة ويشمل كذلك القبر، لأن الميت إذا مات فقد قامت قيامته، فهو يرى مقعده إما من الجنة وإما من النار. قوله تعالى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، عندما تعرض على الكافر أعماله التي عملها في الدنيا والتي سطرتها عليه الملائكة الكرام الكتبة، يتمنى يومئذ أنه لم يكن خلق وأنه كان ترابا. وقيل عندما يقتص الله جل وعلا بين الحيوانات في الآخرة بين البهائم فيقتص من بعضها لبعض، ثم يقول الله عز وجل لها بعد ذلك كوني ترابا، فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وذكر ابن جرير رحمه الله آثارا عن الصحابة عن أبي هريرة وعن ابن عمر أنهما قال إن البهائم
عندما يقتص الله جل وعلا من بعضها لبعض يقول لها بعد ذلك كوني ترابا، فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. اللهم اجعل هذا القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم إنا نسألك تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، كما نسألك أن ترزقنا العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد.